أهلاً وسهلاً في قناة شوفتيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. مجد المدينة، شباب فتح البيضاء. الوداد، الرجاء، أشباه الصخور، بالنسبة للجنوب هادو الشبان. شكون غيواجه مثلا الفار؟ واجهها الفرار ضد أشبال الصخور مع الرجاء، وعطات مجد المدينة مع فتح البيضاء اللي تأهل. أشبال الصخور مع الرجاء غادي يلعب مع الوداد المدينة اللي تأهل من مجد المدينة فتح البيضاء ديريكت. أهلا المتابعين، أهلا جبت بكم متابعتم معنا قراءة مباريات السابق أقل من 19 رسالة تغسكم بها مقابلة مستوية على الحال المشاركة ومفوق الوداد وشوف الأدية فرق شخصنا يقول باش نكملوا القرعه. حنا كملنا القرعه ديال الشبان، غندخلوا القرعه ديال الفتيان
اللي هي تما كاينين خمسه فرق اكثر نديروا العكس نزوا فرق اللي تاهل هو الاول نزوه مباشره باش هو ما يكونش حيت هو فونتاج غادي يكون عنده واحد الفونتاج ديال انه راه متاهل ما يكونش هو اللي مستقبل في الدور الثاني باش يكون عنده ماشي نعطيو الحظوظ ديال انه قرعه متفق معاك راه صفاته اهلاته في الدور الثاني ولكن ما يكونش الدور الثاني وهو مدخل في الدور الثاني هو مدخل هل ترى الويل احد يقول لنا بغينا نوجهوا هذاك انت وجهوا حتى محل ما كانش ديما عندكم الزهر دابا نشوفوا الفروق المؤهله هي ا ام 2 اتحاد سيد معروف واحد ديال بكينا لا شيس جوج فرق ديال سيد معروف نلعب واحد ثم تكر الفوج هذا الفوج ترانسبور واحد اتحاد البيضاوي طاس رجاء Of course.
يقولك علم ولا إخوان سيد بليو تدخل بس المعروف جيتي في الوقت المناسب يا واش ندير حنا حاضرين اخويا غادي تستقبل AM2